نحكي عن الركتيفايرز. الركتيفايرز الان هلا في عندنا مجموعه دايلز، هذول كمان يمكن نعتبرهم باور دايلز الى حد ما. 1 هاي الترمينولوجي كان عم تكون غلطان. الدايودز عادة لما تشتري الدايود أو بعرفش إذا استعملتوا دايودز في المختبر؟ لا، عليه خط هاي. الخط هذا اللي هو هيك في هذا الكاثود. ايش الريتنج تبعت الدايود؟ شو بهمني اعرف لما بشتري الدايود؟ ايش الريتنج المهمة؟ ايش the most two important ratings لازم اعرفهم عن الدايود لما اشتري؟ الريتد بريك داون ريفرس فولتج. ريفرس بريك داون فولتج. اوكي، ايش الاشي الثاني؟ قبل. لا لا، قبل لا، لما يكون هو بالفورورد ستيت ايش راح يوصل؟ ايش راح يمر فيه بالفورورد ستيت؟ كرنت. هل هذا الكرنت انفينيت زي الايديال سويتش؟ لا، ايش سميناه؟ هذا الريتد كرنت. اذا الفورورد ريتد كرنت، هدول اهم تنتين ببدا فيهم. حتى لما بحكي، لما بقول انا شريت دايود، هذا الرقم الاخير اظن انا كتبته صح بس مش متاكد الصحيح. هذا الرقم الاخير بيعبر عن الريتد بلوك داون فولت، الريفرس بريك داون فولتج. فبيبدا من رقم معين، يمكن هذا يكون 600 فولت مثلا. شو يعني؟ مش بالفورورد، لانه هو مش راح يعمل بلوكينج بالفورورد. امتى راح يعمل بلوكينج؟ لما يكون بالريفرس ستيت، تبعت بالريفرس ستيت، الفولتج راح يقدر يتحمله، يمنع انه يصير في بريك داون، هو الريفرس بريك داون فولتج تبعه. هلا بعدين بيجي اشياء ثانيه زي الليكج كرنت، الباور ديسيبيشن، الفولتج دروب بالفورورد ستيت، بس انا ما بشتريهم على هاي الاشياء. لما بشتري وبقرر اشتري، بقول انا شريت دايود الريتد كارنت تبعه 10 امبير وبعمل بلوكينج بالريفرس ل 600 فولت. هذول اهم شغلتين، اهم شغلتين اللي كانوا. ايش كانوا هذول بالايديال سويتش؟ قديش هذا كان بالايديال سويتش؟ وقديش هذا كان في الايديال سويتش؟ انفينيت. ايديال سويتش هذا انفينيت وهذا انفينيت، بيقدر يعمل بلوكينج لفولتج عالي جدا وبيقدر يوصل كرنت عالي جدا. الريل ديفايس ما بتقدر، في لها ريتنجز معينه لازم اشوف شو هم الريتنجز. هلا لو جينا اخذنا سنجل فيز ريكتيفاير، هي عندي هون اي سي، نفس الشيء اذا بدك تستخدم هذا الفولتج ما تاخذ السبلاي مباشره عشان تحمي نفسك. اوكي؟ ناخذ ستيب داون ترانسفورمر. فبناخذ مثلا 230 ل 48 فولت. متذكرين الدوت كونفنشن؟ ايش بقول لي الدوت كونفنشن؟ انه لما يكون الكرنت داخل في الدوت بالبرايمري، بكون الكرنت طالع من الدوت في السكندري. هذا بعطيني كونفنشن. لو اخذنا هذول الان، حطينا اربعة دايودز، الاوتبوت فولتج ايش راح يكون شكله هون؟ هلا ممكن نحط لودز مختلفة. أحد الأشياء اللي طلبت من الطلاب يعملوها، يحط لود هيفلي اندكتيف لود. ايش يعني هيفلي اندكتيف؟ ايش تتوقعوا معنى كلمة هيفلي اندكتيف؟ هذا اللود من ايش مكون؟ ريزيستر واندكتر. هيفلي اندكتيف يعني الزاوية تبعت هذا اللود بتقترب من 90. ايش زاوية لود؟ لو عندي هذه ال وهذه ار، قلت لك هذا لود، هذا اندكتيف لود. ايش زد له بتساوي؟ اوكي، هاي متذكرينها؟ ايش هاي بتقول لي؟ بتقول لي هاي الزاويه تبعت هذا اللود، اللي اذا كان هيفلي اندكتيف بدي اياها تكون قريبه من 90، فكاني عمالي بقول بدي اوميجا ال تكون اكبر بكثير من هذا هيفلي اندكتيف لود. هلا اذا اخترت هذا هيفلي اندكتيف لود، تقريبا الكرنت رح يصير
الكرنت في هذا اللود راح يصير تقريبا كونستنت، اللي هو بيساوي الافرج فولتج، الاوتبوت افرج فولتج مقسوم على ار. بالحاله هاي اذا صار عندي اللود الكرنت في اللود تقريبا دي سي كونستنت، راح يكون الكرنت اللي جاي من السورس شكله زي هيك. ايش السورس الفولتج تبعه؟ ايش الفولتج اللي جاي من السورس؟ كيف شكله؟ اي سي ساينوسويدال. ايش الكرنت اللي سحبته منه؟ شو شكل الكرنت الازرق هذا اللي سحبته منه؟ ليش سكوير ويف؟ ليش سحبت منه سكوير ويف رغم انه انا هو الفولتج جاي ساينوسويدال؟ طب نرجع شوي، لو انا مش حاطط اندكتور هون، لو حاطط ريزيستر، لو حاطط انا بس ريزيستر، ايش راح يكون شكل الكرنت اللي بسحبه؟ مين اللي خلى الكرنت يصير دي سي تقريبا هون؟ الهيفلي اندكتيف سيركت. ولما صار هذا دي سي هون ايش صار بالسبلاي؟ سكوير ويف، صار عندنا سكوير ويف. هي احد الاشياء كمان الطالب ما بيصدق، بتطلع ما بيصدق انه هو قدر يحط ساينوسويدال فولتج واللود يسحب منه سكوير ويف كرنت. بس هاي سببها الديستورشن اللي صار هون، فصار صرت احط ساينوسويدال فولتج على دائره وما تسحبش ساينوسويدال كرنت. ايش اسمها هاي الدائره؟ نون لينير سيركت.